هل يجوز للفتاة المتزوجة أن تؤجل مسألة الإنجاب إلى ما بعد تخرجها من الجامعة؟ تأخير الإنجاب حق لها وللزوج، فإذا اتفقا عليه لمدة معينة ولغرض مقصود فإنه لا بأس به، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعزلون عن نسائهم، كما في حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. والعزل سبب لتأخير الإنجاب، لأن معناه أن الزوج إذا أتى أهله وقارب دفق الماء نزع منهم حتى يكون الدفق خارج المحل، ويكون ذلك مانعا من الإنجاب. فالمهم أنه إذا اتفق الزوجان على تأخير الإنجاب لمدة معينة لغرض مقصود فإن ذلك لا بأس به، استدلالا بحديث جابر الذي أشرنا إليه آنفا. نعم.